انت بلسانك قايل لي لو مديرك يطلب بنتك ما بترده، قلت ولا ما قلت؟ ايه قلت، بس انا قصدي مو باللي انت فهمتي. انا ماني عارفه الريال هذا شلون راكب على راسك، لو يقول لك طب في النار الطب. انا اول مره اشوف ريال يفضل واحد على ولده. انت قلبك ما حن عليه؟ بتكسر راسه؟ بتذله قدام البنت اللي يحبها؟ ترى بيعاديك. بعاديني؟ انذر ولدك انك انت السبب في زواج فاطمه من هالشيفة، بيعاديك ولا تقولي ما قلتك. تبغيني اثور في راسك وانثر مخك على الارض؟ تبغيني اثور في راسك؟ لا ارجوك، الله يخليك ويرحم والديك، لا تدفعني، لا اعدي على الله تجتفهم، الله يخليك. ابقى وحده وخليك تدخل القبر. لا الله يخليك، لا 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 تدفعني، الله يخليك. تسمع اللي اقول لك عليه وتلفه بالحرف واحد. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. اعتقني اعتقني واصير لك خادم طول عمري،